السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على ابراهيمي، يعني وين ربما ان شاء الله بربي ولا ربما يعتزل اللعب دوليا. خاطر هو مازال ما اعتزلش كاع، بن عبري مازال ما اعتزلش، قديورة مازال ما اعتزلش، ناس ما اعتزلتش، صورتو الحارس القادم تاع 2019. قالت الناس كي تهدر تهدر 2019، ما يدري 2022، بصح الناس تهدر غير 2019. هذه هي كأن الخروج خرجت البعير وعدم الذهاب لكأس العالم لا يعنيهم، ما يعنيهمش هذوك، خاطيهم ماشي هما، شي هما ايكيب وحده اخرى جات خطير. اليوم بين هضروا على ابراهيمي، ذنبه الوحيد انه قال قاسما لم يكن سبب في اقصائنا، بل المدرب يتحمل المسؤوليه ايضا. وصح صح الرب العالي، هذيك خطه لعبها لعب بسته واحد ثلاثه، انت كيما تربح انت يا تكاليفيت برا ومن بعد جيت انا عطيتهم عليكم روحوا انتوما. انت كيما دو درته تروا، ما زلت تجيب اللعابه اللي ما لعابه اللي ما عندهمش الحق باش يلعبوا في ليكيب ناسيونال. صايك انت كي راك تجيب في سليماني، انت كمدرب راك تجيب في سليماني، سليماني غادي يلعب لك 2026، غادي يلعب لك 2025. كي راك تجيب في انا مانيش ضد فيغولي، كي راك تجيب في فيغولي غادي يلعب لك 2025، ما غاديش يلعبها لك محرز، وبالك غادي ما يكونش جاهز لك في 2026 الا كنت انت، الا كنت انت كل الندوه الصحفيه قول لهم الاهداف تاعك في العقد هذا، ما كانش داسي العقد. ابراهيمي ذنبه الوحيد تم ابعاده من المنتخب الوطني بسبب قول كلمه الحق، قال كلمه الحق، قال ما قال الماتش صاي خسرنا صاي. حتى بن ناصر اللي ما ينجمش هو يوخر بن ناصر، خاطر الشعب ما يقبلهاش. هذه هي، خلينا من هذوك الخبيلات هذوك تاع هذوك اصحاب تاع ابراهيمي مشى يقدم بالرحمه دا عده فرص ما راش يقدم وتربح روح. هضر لي على الخطه، كي تقول لي بالرحمه ما راش يقدم، قول لي الخطه كي دايره، تاكتيك دو جو كي داير. انا ما زلت لليوم نطلبكم روحوا شوفوا نص ساعه التاليه كونت كوت ديفوار، وشوفوا دوزيام ميتو تاع الكاميرون حتى ل 70 دقيقه كي لعبنا حنايا، دوزيام ميتو تاع الكاميرون حتى ل 70 دقيقه كي لعبنا، والله العظيم روحوا شوفوا هذا الصوالح، شوفوا هذه تحكموا على المدرب هذا، شوفوا غير ضربه تاع مصر نهار مصر برك هذا مع تنزانيا. حنا كاين واحد المدربين كيبغوا يربحوا في لافريك، يبغوا يربحونا نورمال. بنادم مازال يخمم ضرب بيسيب سبه، كان يسيب السبه تاع الملعب لي زاربي، ضرب كيخمم راه يقول لكم باللي الا خسرت الفتره تاع التنقل نلعبو 16 مو 19. موزمبيق غادي ما يلعبوش، موزمبيق مراكدين، موزمبيق فين غادي يديبلاصو يعاودو يولو لبلادهم، موزمبيق مراكدين موزمبيق نورمال عادي، ما غاديش نروحو لهم حنا باش يلعبو، غادي هما دارو هاذي، هما من حقهم النهار اللي يبغو يلعبو فيه، وعندهم الحق الوقت اللي يبغو يلعبو فيه، انت متسالاش، انت جهز اللعابة تاعك. نوفمبر لي فات كنا نقولو بلي ما يجيبوكم ديموند، واو لا، عادك راه عندنا لعابة ملاح، واحد كيما شايبي قويري عوار وكلش راهو ملاح، مدرب انت مي راك خايب. انا موزمبيق والله ما مخوفتني، الصومال والله ما راه صورتو الصومال موزمبيق والله لا، سي بوان داير في راسي سي بوان عادي نورمال. واحد قال لي راك دير في الضغوطات، تاعش ضغوطات، انا ما فهمتي، افضل مدرب في التاريخ تاع لافريك ولاعابين كيما هادو وافضل جيل تاع لعابه كيما هادو ما راح شارك بهم كوب دي موند وخرج بنقطه، يعني العقد تاعو ما في العقد تاعو فيه نقطه واقصاء من كاس العالم هذا ما كان. يقول لك 35 مباراه، ودي روح دي 35 مكتوبه هنا ما كانش كاع،
إبراهيمي قال الحقيقة فأصبح غير مرغوب فيه، أفضل مراوغ في تاريخ كرة القدم الجزائرية الحديثة، لاعب خالوق ممتاز يعني فنان ظاهرة، لكن هناك بيب غوارديولا تاع لاشين يرى شيء آخر. حنا تكلموا عن بيب غوارديولا تاع لاشين، نشوفوا حاجة أخرى. هيا ظل قلعونا تاع شي نحي باش كيما كنا نقولوا تاع تاع نهار اللي كنا نقولوا يا ودي جيبوا عوار، جيبوا اللعابه نيقوسوا معاهم جيبوهم، كان يقول في بلاصه من يلعبوا، راهي عاودت ولات على بالكم تاع في بلاصه من يلعبوا، يكون افضل بديل ابراهيمي قاعد تعيط له ديره بلاصه يكون افضل بديل، قادر دخلوا دوزيام ميتو 20 مينيت التاليه 4 ساعه التاليه قادر دخله يلعب قادر. عمورة نهار مصر فيكتوريا كيفاق له فيك سالو اللعابة ما دار والو خويا، دخلتو نتا 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 المشرف دخلت عمورة باش يدير لي كونتر يدير، هما لا عمورة كيفاق له فيكتوريا فيك ساله لي ديفونسير فيك ساهم له فيك ساهم له في الانطلاق تاعو يعرفو وين راه رايح فيك ساله، انطلق زوج خطرات فاق بلي وفايقين له واو لله. انا مانيش ضد عموره، راني ضد هاد الناس اللي يجي يقول لك انت وبيديرون على بالك واش بيديرون، بيديرون ضد اعداء عموره اعداء قويلي مالغري الحمد لله يا ربي. ساعة من خطر نهضر مع بابا قويلي نهضر معاه نورمال عادي عادي نهضر معاه عادي نهضر معاه، حنا رانا نهضروا على ابراهيمي نهضروا على التناقض تاع المدرب من اليوم راه يقول لكم عندي عموره وقويلي، لا بصح انت يا ابراهيمي راك قال عم 2020 راك من 2020 قال انت كيف اليوم تجي تقول لي تقول لي عموره و... ما فهمناش شيء، انت قلعت ابراهيمي قلعته من نهار من 2020 قلعته من المكسيك ما زادش بال حتى الكوب دافريك وين كشفك راخو كسموه بوقره روح تعيط له هذا مكان هذه اللي نعقلوا له هنايا. شو عقلوا عليها مليح الا مانيش غلط الا مانيش غلط ها كوما تشوفوش مبولحي وتشوفوا بلايلي كوب دافريك ارواحوا لنا الا مانيش غلط انا نقول هيك الا مانيش خايف روحي راني غلط غادي تشوفوا هذه اللعبه رجولنا تاع جماعة تاع في بلاصة من بيديرها صاي قلعوها هذيك الكلمة قلبوها وحي هذه هي غادي يدير لاخويا عندك ما دير هنا اللي قلها موليها مدرب في بالي راهي هربت له، أنا قلتها لك ونعاودها لك والله لا هربت لك أنا نقول لك، مازال تهدر لي على راخك سموه على بارادو، أعطينا أنت بارادو شراك تلعب فيها، بارادو شراك تلعب فيها، شكون اللعابة اللي جبتهم هم يلعبوا في بارادو وراهم نتحيلك اللي جبت بيهم كوب دافريك 2022 شكون هما؟ تقول لي 2019 شكون؟ دايرينه من بارادو هو خرج مولا 13 عام. بل سبعيني هذا مكان مليها انا كي تقول لي بلي بارادو تخرج اقول لي انت شراك تلعب انت الشامبيونه كامله جبت منها غارديا هم مالك اصاحبي
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.